مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف، وإحنا في فترة سعيدة جدا حاليا حيث تتوالى الأوقات الطيبة سواء للمسلمين أو المسيحيين. بعد كده في الكريسماس أو عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، مجموعة كبيرة جدا من الأيام اللطيفة اللي إن شاء الله تهل علينا كمصريين، وربنا يجعل كل أيامنا أعياد. كل سنة وكل حضراتكم بألف خير وصحة وسعادة وهناء، أنتم وكل الناس اللي بتحبوهم. اسمحوا لي بقى أقول لحضراتكم إحنا هنعمل إيه النهاردة في حلقة يوم الأربعاء 23/12/2015. طبعا هيكون معنا فقرة الأخبار المعتادة، يليها الفقرة الثانية مصر في عيون الغرب، هيقدمها زميلي العزيز عبد الغني الملكي، وهيكون ضيفه فيها أستاذ مصطفى أمين عامر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. بعد كده هيكون معانا في الفقرة الثانية اللي هيكون معانا أكون موجودة فيها إن شاء الله، هيكون معايا فقرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وهيكون ضيفي فيها فضيلة الشيخ الدكتور سعد عبد الدين من علماء الأوقاف والمنشد محمد السعداني. مجموعة لطيفة جدا ومن الفقرات إن شاء الله تحوز إعجاب حضراتكم. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي في فقرة الأخبار الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب الصحفي باليوم السابع. أهلا بحضرتك. الخبر الأول معنا، السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأعرب الرئيس في برقيته لزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهاني بهذه الذكرى العطرة، داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم وعلى شعوبهم وسائر الشعوب العربية والإسلامية هذه الفترة الطيبة بالخير واليمن والبركات. كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد الشريف إلى مسلمي مصر المغتربين، وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بهذه المناسبة الكريمة من كبار رجال الدولة معربين فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصر الحبيبة بدوام العزة والرفعة. طبعا كل سنة وانت طيب. بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكان في كلام من السيد الرئيس قال فيه حاجات كتيرة جدا في اللقاء اللي قاله بمناسبة الاحتفال اللي كان في مشيخة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول كل سنة والسادة المشاهدين الطيبين سواء المسلمين أو الأقباط المسيحيين. دي الأعياد، عيد المولد النبوي الشريف ثم يلي الأعياد الإخوة الأقباط، دي رسالة إلهية بإن إحنا كتلة واحدة وإن إحنا عنصر واحد وجسد واحد. ثانيا الرئيس تحدث في حوار صريح للأمة بمكاشفة، واتكلم على يعني كان مركز الضوء على قصة المظاهرات بشكل كبير لما الفترة اللي فاتت الفترة اللي جاية، إن في دعوات لعملية النزول في ذكرى 25 يناير. مفترض ان ذكرى 25 يناير الناس تحتفل بيها لان هي ثورة مجيدة واطحنا بنظام كان نظام فاسد. اتكلم كمان على الرعاية الاجتماعية ومدى التطور ومدى المشاريع اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت واللي تم تنفيذها. هو اللي قال المفروض الناس تنزل تحتفل؟ ايه فندم، الرئيس هو اللي قال ولا ده وجهة نظر حضرتك؟ لا، المفترض ده وجهة نظر يا فندم. انا بتكلم ان هو بتكلم على قصة ان الدعوات للتظاهر في الفترة اللي جاية. قال هو كمان قال انا انتم كشعب لو انتم قلتوا لي ان انا همشي بدون اي مظاهرات وبدون من الناس، البلد مش محتاجة، البلد محتاجة تقدم، محتاجة عمل، مش محتاجة مظاهرات الفترة دي. خاصة ان هو كمان ذكر قال ان في ممكن نبص على البلاد اللي حوالينا، ومش هقول اسمائها، البلد اللي بتدمر مش بترجع تاني. هو قلقا بس من المندسين في الاحداث اللي بيكون فيها عدد كبير من المواطنين موجودين في مكان واحد علشان ما حدش يدخل في النص ويعمل اي ازمات اي مزبوط. تفجيرات، حفاظا على سلامة المواطنين مش اكتر. تمام، وايه كمان؟ واتكلم زي ما قلت لحضرتك على كمان مجموعة المشاريع الفترة القادمة اللي هتتم، خاصة المشاريع المتفرعة من المشروع الضخم لقناة السويس، وده ذكره قبل كده برضو في كمان. هنأ الأمة الإسلامية بالأعياد والإخوة الأقباط.
تمام. دعم مصر، نواب بالوفد انضموا للائتلاف وفصلهم من الحزب لا يؤثر على العضوية. قال النائب علاء عبد المنعم القيادي بائتلاف دعم مصر أن عددا من نواب حزب الوفد وقعوا بالفعل على طلب الانضمام لائتلاف دعم مصر، موضحا أنه في سؤاله عن كون ذلك مخالفا لقرار الحزب بعدم المشاركة، بأن النائب حر بأن ينضم للائتلاف من عدمه، خاصة أن انضمامه لا يؤثر على عضويته في البرلمان، مشيرا إلى أن اجتماعات مع المستقلين ستبدأ غدا لمناقشة ما إذا كانوا يريدون تعديلات على اللائحة من عدمه. وتابع: لا يوجد لائحة نهائية حتى الآن، لكن هناك قراءة ثانية مع المستقلين. وأضاف عبد المنعم بشأن المادة 6 والتي تتحدث عن إسقاط النائب لعضويته حالما تغيرت الصفة التي انتخب عليها، أن التغيير في المادة يعد فعلا إراديا، بمعنى أنه النائب هو اللي يستقيل، لكن إذا دخل إلى ائتلاف وقام حزبه بفصله فلا ينطبق هذا الشأن على المادة 6 إطلاقا، ولا يؤدي ذلك لإسقاط عضويته، ولا يعرض الأمر حتى على المجلس من الأساس. وقال عضو مجلس النواب في سؤاله عما إذا كان اللواء سامح سيف اليزل رئيسا للائتلاف أمس وعاد انتخابه، قائلا أن اللواء سامح سيف اليزل تم انتخابه من كل الهيئة البرلمانية بشبه إجماع، فليه نعيد القضية من جديد. قصة الائتلافات التي تم تشكيلها ومواقف الأحزاب من هذه الائتلافات، والائتلافات القائمة على الموقع الجغرافي، وفكرة اللائحة التي لم يستقر عليها حتى الآن، مجموعة من الموضوعات عايزين نعرف الجديد فيها. هو حضرتك بالنسبة للتحالفات والائتلافات الموجودة داخل مجلس الشعب، دي حاجة الناس يعني بطمن الناس، هي ما حدش يقلق من الموضوع ده، وده متاح، وده لا يفسد المجلس في التحالف في فترته القادمة. الفترة دي بيتم حتى لو كانت الأحزاب هتاخد موقف عنيف وتفصل الأعضاء اللي هنضموا لهذه التحالفات، إذا الحزب فصل عضو انضم لتحالف الحزب هو مش منضم إليه، ده زي ما موجود عند حضرتك في الخبر، ده لا يفسد عضويته داخل البرلمان إلا إذا هو غير الصفة بتاعته من مستقل إلى حزبي أو العكس. أعتقد ان دي لنقل خطة للأحزاب، ضربة في مقتل للأحزاب. السياسة والصراعات في السياسة هي معارك، وكل الأسلحة بتبقى مستخدمة فيها، والعروض والأفكار. الحزب أو دعم ائتلاف دعم الدولة حاليا هو يعتبر أكبر تحالف أو أكبر ائتلاف داخل المجلس، حاليا هو بيحاول يكون الأغلبية داخل المجلس، بحيث القرارات والقوانين الفترة اللي يعني خاصة المجلس هيبقى عليه عائق كبير في تعديل بعض القوانين، هيبقى عليه تشكيل الحكومة أيضا، وتشكيل مظبوط يا فندم، هيبقى فيه عليه تشكيل الحكومة وتعديل القوانين والتشريعات القادمة الفترة القادمة، اللي هتبقى أهمها في تعديلات القوانين للحد الأقصى والأدنى للأجور، بالإضافة لبعض المواد في خاص بالأطباء، وبالإضافة لمواضيع تشريعات كثيرة. هل تعتقد أن ائتلاف دعم الدولة هيصل لحجم يسمح له بتشكيل الحكومة بشكل كامل؟ حاليا وقبل ما ينعقد البرلمان خلال الأيام القادمة، المفترض هيتعقد 26 أولى الجلسات الإجرائية إلى حتى 29، ده هو يعني حاليا التشكيل موجود كبير، فهو محتكر يعني بصراحة التشكيل، وهيتم هو هينفذ الأجندة بتاعته اللي هم ضمنها تشكيل الحكومة، وهيبدأ يعني أعتقد أنه حاليا كمان بيعمل مشاورات مع بعض الشخصيات العامة اللي ممكن تتولى بعض الحقائب الوزارية. تفتكر اللائحة النهائية هيتم الاستقرار عليها أنت؟ اللائحة النهائية يعني أعتقد أنها هيتم الاستقرار عليها خلال يعني هم المفترض أن هم بيتحدثوا مع بعض النواب داخل المجلس المستقلين للانضمام للائتلاف، واعتقد ان خلال 48 ساعه هيكون تم الانتهاء من اللائحه بحيث يعودوها على المجلس. تمام.
الخبر بعد كده: مجمعات الأهرام تبيع اللحوم والدواجن والأسماك دون ربح بمناسبة الأعياد. أعلن طارق بنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح مبادرة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بسعر الشراء دون تحقيق هامش ربح للشركة، وذلك بمناسبة أعياد مولد النبوي ورأس السنة والكريسماس، حيث يتم طرح المنتجات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 162 فرعا بمحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم. وأوضح طنطاوي أنه تم طرح حلاوة المولد النبوي بمناسبة المولد النبوي بأسعار مخفضة حوالي 20% بالنسبة لمثيلتها في الأسواق الأخرى. إيه رأي حضرتك في هذا الكلام ده أولا؟ ثانيا، الكلام هنا في الخبر عن القاهرة والجيزة، طيب بقية المحافظات أخبارها إيه؟ ما هو انا برضو يعني الخبر هنا بيتكلم على فتح بيع اللحوم مختلف انواعها، سواء اللحوم دواجن او اللحوم البقر او الجاموس او الاسماك والدواجن، الاسماك والدواجن تمام، بالاسعار سعر المنتج نفسه دون تحقيق ربح، وهينفذوه في القاهره والجيزه. فهنا في تساؤل اصلا لوزارة التموين ان عدم طرح الفكرة او تنفيذها في المحافظات الاخرى، وكأن المصريين في القاهرة والجيزة فقط يعني. صحيح، هي محافظات ذات كثافة كبيرة وفيها مجموعة كبيرة جدا من المناطق العشوائية وفيها ازمات المواطن البسيط كبيرة، لكن باقي المحافظات ايضا فيها مصريين ولهم احتياجات. ما هو ده زي ما حضرتك تساءل، واعتقد ان هو جاري تعديل الاقتراح بان هو يشمل باقي المحافظات للاستفاده من العروض دي، خاصه ان المواطنين يعني محدود الدخل دائما الرئيس بيتكلم عليهم هم في امس الحاجه لبعض هذه العروض اللي هي بتبقى منتجات بتبقى معتمده وعاليه الجوده ومضمونه يعني، لان الاسواق حضرتك هتلاقي ان في منتجات فاسده كل شويه بنسمع مباحث تومين بتضبط لحوم فاسده. ده الخبر الجاي، اصبر عليا، جاي هتلاقي طبعا يعني حاجات زي كده. فاعتقد ان هم مفترض يعني على اولياء على ولي الامر في وزاره التموين ان هو تعديل القرار ليشمل باقي المحافظات للاستفاده من المواطنين جميعا. تمام. شرطه التموين طبت 3 أطنان لحوم فاسدة 38 ألف لتر سولار وبنزين مدعم. وجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 6 قضايا بمواد بترولية، 15 قضية اسطوانة البوتاجاز، 3 قضايا دقيق مدعم وأقماح، و63 قضية مخالفات مخابس. وزارة الداخلية حاليا بتشن حملات أمنية مكثفة في جميع القطاعات صراحة يعني، ولكن الفترة دي طبعا التجار بيستغلوا الطلب المتزايد في فترة الطلب المتزايد في فترة المناسبات يعني فترة مثلا حضرتك لو لقيتي شم النسيم فهتلاقي كمية الفسيخ والأسماك بشكل كبير جدا أكثر من اللحوم، فهتلاقي منتجات فاسدة كثيرة جدا، وهتسمع حضرتك أخبار عن أرقام ضخمة بيتم ضبطها. وهنا أنا بتساءل، اللحوم دي بتبقى مخزنة في مخازن او بتيجي من بره، ليه ما بيتمش عليها يعني تكثيف المنابع دي يعني؟ تمام. يبدأ من خلال تنسيق مع بعض الاجهزة والوزارات المعنية بضبط اللحوم الفاسدة او الاسماك الفاسدة او الدواجن الفاسدة قبل دخولها السوق، لان حضرتك برضو خلينا واقعيين، هو هنا ضبط بعض اللحوم او الدواجن او البترول، لكن في بعض اللحوم غيرهم موجود في السوق وارد جدا يكون فاسد. وبعد كده بنسمع ان في اسره كامله تسممت بسبب تناولها لدجاج او اسماك. ده الفاسد، القصه الخاصه بالسولار والبنزين المدعم وانابيب البوتاجاز. والله الفترة اللي جاية واحنا لنا فترة يعني على عملية مسألة تطبيق الكارت الذكي
للمواد البترولية. التطبيق ده هو أصبح ضرورة، ما أصبح أصبح هو ضرورة، إن هو لابد إن يتم تطبيقه. ده هيوصل الدعم لمستحقي، خاصة إن دلوقتي الحروب حاليا مش حروب على مش عسكرية، الحروب حروب على مواد بترولية. يعني حضرتك لو أي حد بيقرأ في السياسة هيفهم ده كويس جدا. بيقولوا إنه البطاقة الشخصية الرقم القومي الجديدة هتقدر انها تختزل كل هذه الكروت بالفعل في كلام حاجة واحدة. كلام حضرتك، هل تعتقد انها تساعد اكثر على ضبط الايقاع فيما يتعلق بمسائل التهريب وحقوق المواطن فيما يتعلق بالمواد البترولية انا هوضح لحضرتك حاجة. هو بالنسبة للمواد البترولية هو ليه كارت مستقل وحده، اما البطاقة اللي هتبقى هتتم حاليا هي بطاقة بتشمل بعض هي بطاقة ذكية بتشمل بعض المعلومات عن الشخص نفسه، هي بطاقة بتبقى ملونة. مش هم قالوا انه بطاقة تموينية بالاضافة ان هي بالاضافة ان هي ودي خطوة على انه حتى البطاقات البترولية تضاف عليها كمان. هو يعني يبقى كل بيانات المواطن في كارت واحد، تمام، مفيش بقى رخصة ده نظام ورخصة تانية. ده نظام بيطبق في بعض الدول، واحنا حاليا ما في لا وخلاص يعني وزارة الاتصالات حاليا نفذت الكارت، وخلال الايام القادمه القليله هيتم الاعتماد اعتماد الكارت والسجلات المدنيه هتبدا في تنفيذها. ده اول واحد هروح على اعمل البطاقه الذكيه دي، هتشمل بعض الامور بعض المتعلقات خاصه بالمواطن زي ما تحكي معلومات الخبز، هتشمل كمان بعض الحاجات الإجرائية اللي هي ممكن بيستخدمها في التعامل مع المصالح الحكومية. جميل. هتبقى يعني هي بصراحة هتغني عن ورق وروتين كتير جدا، وده نظام مطبق في الدول المتقدمة وعربية. يعني وزارة التعليم 4 حالات تعاطي مخدرات ما بين 83 سائق مدارس خاصة ببورسعيد والبحيرة. أعلن اللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم نتائج حملة توقيع كشف الإدمان على سائقي المدارس الخاصة بمحافظتي بورسعيد والبحيرة التي استمرت 3 أيام، موضحا أنه تم اكتشاف 4 حالات تعاطي حشيش انتهت من أعمالها، على أن يتم استكمال باقي الحملات حشيش وترامادول. وأضاف أن الحملات التي تم تخصيصها خلال الفصل الدراسي الأول انتهت من أعمالها، على أن يتم استكمال باقي الحملات تبقى للخطة الموضوعية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة التضامن والداخلية بداية من الفصل الدراسي الثاني. سؤال، ليه بدأوا ببورسعيد والبحيرة وليه الحملة مش على كل سائقي المدارس في كل المحافظات؟ ما هو كل المحافظات فيها رجال، رجال أمن. مظبوط حضرتك كلامك وسؤال جيد. هو دلوقتي لان الموضوع المخدرات ممكن بيستمر اذا تعاطى المدمن المواد المخدره في بعض انواع المواد المخدره زي الحشيش والترامادول بيفضل اثرها في الدم، بيفضل افعالها لايام معدوده. فلو بدانا ان احنا نعمل حملات في كافه الجمهوريه مره واحده، حضرتك كم المدارس كبير جدا. تمام، فهيبقى هتلاقي وكم المدارس اللي خارج اطر المدن كمان كبير كمان فبيسوا على طرق سريعه وبيكون معاهم. اعتقد ان هي دي خطه امنيه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. يعني وزاره التربيه والتعليم مع مكافحه المخدرات وفي وزاره الداخليه وصندوق علاج الادمان، يعني بتبقى حملات مفاجئه عشان يبداوا يفحصوا بعض السائقين، خاصه ان احنا عانينا من كوارث، يعني كارثه قطر اسيوط وكارثه الاوتوبيس البحيره. احنا اوريدي عندنا ازمات في الاتلانات، ما ينفعش كمان يبقى عندنا سائق غير واعي لانه هو شايف. ما هو كان اوتوبيس ساعتها اللي مات فيه 50 طفل، وفي الاطفال اللي ماتوا في البحيره. يعني اعتقد كمان هم بداوا البحيره عشان الازمه اللي حصلت الفتره الماضيه. واعتقد ان الحمله دي هتجيب نتائج جيده جدا، لان دي اطفال وارواح اطفال ابرياء ما لهمش أزمة بأن مثلا يكون سائق عنده أزمة شخصية في البيت، فهو معتقدا أن مثلا حشيش أو الترامادول ده هيبدأ، أو السائق بيعمل أكثر من نقلة من أكثر من مدرسة فبيشتغل فترة طويلة فبيتعاطي هذه الأشياء عشان يشتغل. هو دائما يعني السائق اللي بيتعاطى المخدرات فهو بيبقى يعني على أساس أن هو زي ما بيقولوا بالبلد كده عشان أصحصح وأفوق يعني، لكن هو بيتعاطى المواد المخدرة على أساس أن هو
بيشتغل فترات تاني مسائية في شركة خاصة تانية. في مثلا يكون معاه تاكسي اللي هو مستأجره أو أي عمل تاني آخر عايز إنه يبدأ يعني يستكمل عمله، ولكن كلها أمور سلبية بتجيب نتيجة عكسية وتؤدي إلى مشاكل للأسف. احنا وقت فقرتنا خلص، كنا سعداء جدا بوجود حضرتك معنا أستاذ محمد إبراهيم الكاتب الصحفي باليوم السابع، وكل سنة وحضرتك وكل الناس اللي بتعزهم بألف خير وصحة وسلامة، كل سنة وانت طيب. وانت صحة وسلامة. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي بزميلي العزيز عبد الغني الملكي وضيفه الأستاذ مصطفى أمين عامر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، وكلام عن صورة مصر في عيون الغرب، في محاولات كتيرة جدا لتحسين الصورة وتوصيل المواقف المصرية. كان في فترة احنا منقطعين عن الآخر وبنكلم نفسنا بس، فهل حلينا هذه الأزمة؟ وإيه هي الصور الممكن ان احنا نقدمها علشان نوضح مواقفنا بشكل افضل؟ كل ده هيتم الكلام عنه في هذه الفقرة. فاصل. برحب كل سادين في بيت العيلة الكرام في ثاني فقراتنا، والحديث فيها عن فقرة ثابتة كل يوم اربع، مصر في عيون الغرب. هنتكلم فيها عن اخر علاقاتنا الخارجية، هنتكلم فيها عن ازمة سد النهضة، الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني، وهنتعرف يعني هذا الملف بالتحديد علاقة مصر بالسودان في ظل أزمة سد النهضة، وهل ممكن أن تحل هذه الأزمة مشاركة أو مناصفة بيننا وبين السودان، خصوصا أنه إثيوبيا خارج نطاق المفاوضات ويعني بتمضي قدما في بناء السد بعيدا عن أي مفاوضات، وبتحاول يعني تعمل نوع من المماطلة حتى تنتهي من بناء السد. خلونا نعرف من ضيفنا الكريم آخر ما توصلنا إليه في هذا الملف. خلونا نرحب بالأستاذ مصطفى أمين عامر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بكم أستاذ المشاهدين، سعداء بوجودك معنا في بيت العيلة. لكن خليني أعرف من حضرتك إلى أين يعني تمضي قضية أزمة سد النهضة، وليه المشكلة ما زالت قائمة، وليه ما بيخرجش علينا حد من المسؤولين بالحديث عن هذا الموضوع بشفافية؟ هل تم بناء قد ايه من السد؟ المفاوضات وصلت لايه؟ اثيوبيا بتتفاوض ولا وقفت المفاوضات؟ بتماطل ولا بتجيب؟ ولا الموضوع وصل لغايه فين؟ هو في الحقيقه المفاوضات حتى الان توقفت بعد الاجتماع الثلاثي اللي تم فيه منذ 10 ايام تقريبا ما بين وزراء الخارجيه الثلاث، وتم في الواقع المشهوره بتاعه وزير الخارجيه الخاصه بالمايك بتاع تليفون الجزير، المايك بتاع قناه الجزير. هو منذ هذا التفاوض تحديدا المفاوضات ما بين الاطراف الثلاثه توقفت. هو في الحقيقه في قضيه هامه يعني لازم ننتبه ليها في هذه المساله، ان الجانب الاثيوبي مستمر في بناء السد وغير عابئ اطلاقا بالملاحظات اللي تم. السؤال بس المعلومات دي بنجيبها منين؟ لان كل واحد بيخرج يقول هم بنوا 70 وبنوا 80 وبنوا 60، هل الخارجيه المصريه او القنصليه السفاره الموجوده هناك هي اللي بتصرح بهذا؟ هل في معلومات دقيقه عن هم وصلوا لايه وبيعملوا ايه، ولا احنا بنتكلم بعض؟ يعني انا بقول لحضرتك وحضرتك بتقول المشاهدين، والمشاهدين بيسمعوا مننا فيرددوا، لكن الكلام الصحيح مين مصدره؟ لا، في متابعات من جانب العديد من الخبراء والمتخصصين في هذه المساله لبناء السد، والصحف الاثيوبيه على فكره بتكتب تطورات عمليه بناء السد بشكل مستمر، زي ما يكون مشروع قومي عندنا كده في مصر بيتم تتبعه في الزمن. مثلا حفر قناه السويس الجديده كان في متابعه شبه يوميه لهذه المساله. نفس الامر في اثيوبيا، لان اثيوبيا بتعتبر بناء سد النهضه يعني هو من الانجازات التاريخيه اللي هيتم تحقيقها في هذه المرحله من النظام السياسي الاثيوبي، وبالتالي هناك متابعه مستمره، هناك متابعه من جانب المحللين والخبراء لهذه المساله. اثيوبيا يعني تسير بخطوات ثابته في بناء السد غير عبائه، حاويه المجرى في عهد المعزول المرسي، قامت بعد كده باجراءات، تقوم الان بالاجراءات الخاصه بالانشاء والبنيه التحتيه المتعلقه بالسد، اخلت السكان المجاورين لمناطق التي يعني لقد يتضرروا من مساله ملء السد في هذه المنطقه، وبالتالي اجراءات بناء اثيوبيا مستمره، وفي عمليه رصد مستمر ليها من جانب الخبراء والمتابعين، وهي بتعلن عندها بشكل مستمر في الصحف والجرائد الاثيوبيه، واللي متابع المساله دي واعتقد في صحف زي جورنال مصر واليوم السابع في بعض الاوقات بيطلع التفاصيل المتعلقه بهذا الموضوع. الازمه الحقيقيه زي ما انا قلت واكدت عليه في هذه النقطه، ان مساله ان اثيوبيا مستمره بدون ان تكون عابئه
المفاوضات التي تجري ما بين مصر والسودان. السودان تنصلت من الاتفاق او انسحبت من الاتفاق بهدوء، واعتبرت ان بناء السد عمليه قصيره للجانب الاثيوبي، وبالتالي اي بطء في المفاوضات هي غير مسؤوله عنه، لان اثيوبيا كجزء اصيل من هذه المفاوضات تسير بخطوات ثابته في بناء السد. وهذا ما خلق ازمه لمصر، لان الاطراف الثلاثه الرئيسيه في او الطرفين الرئيسيين معاها في بناء السد غير متجاوبين معاها في الوصول الى نوع من انواع الاتفاق حوالين شكل المفاوضات في طريقه البناء والتخزين وغيره. القضيه الاهم ان مصر الان تقف في موقف يعني ثابت، يعني ماذا بعد؟ يعني هو انا منتظر رد الفعل من الجانب الاثيوبي. هو اتكلموا مع الجانب الاثيوبي، والجانب الاثيوبي ابدى بعض المرونه في انه يهدس الموضوع ويتحدث، لكن هو نفس المشكله قائمه ولا زال بيدير السد. مصر عندها يعني امرين اساسيين في هذه المساله ومصر عليهم في الوقت الحالي، واعتقد ممكن الموضوع يحدث فيه نوع من انواع التطور الايجابي متعلقه متمسكة بنقطة إيقاف جميع الإنشاءات المتعلقة بالسد لحين الانتهاء من المفاوضات. والنقطة الثانية اللي مصر متمسكة بيها عقد اتفاق إطاري ما بين أطراف الثلاثة يتم الالتزام به بشكل كامل من جانب الأطراف الثلاثة، ويتم التصديق على هذا الاتفاق من قبل برلمانات الدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا. أعتقد تمسك مصر بالنقطتين دول تحديدا هيحسن وضعها في التفاوض. في أكثر من جهة مشتركين في بناء السد، جهات ممولة واستشارات هندسية، وكل هؤلاء الخبراء من خارج اثيوبيا طبعا. مصر ليه ما تتعاملش معاهم؟ ولا هؤلاء الأشخاص هو بيزنس، مشروع بالنسبة لهم، ولا يعنيهم مصر أو إثيوبيا في شيء؟ لا، جهات التنفيذ موضوع بناء السد بيزنس. يعني الخطورة في الحديث اللي تم تسريبه من بعض الجهات، يعني مش عارفين مدى مصداقيته، إلى أن الإثيوبيين يعني بيحطوا المسألة بجانب سري، أن اللي هيدير السد هي إسرائيل، يعني شركات إسرائيلية، وبالتالي يعني اللي يفتح المية ويقفلها الإسرائيليين، وده خطورة الموضوع. مصر يعني في إعلان المبادئ تم اتفاق فيه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس السودان في 23 مارس 2015 في هذا العام، تم الاتفاق فيه على 10 مبادئ أساسية برأس المبدأ الأول على مبدأ التعاون، مبدأ الشفافية، مبدأ تبادل المعلومات، مبدأ عدم الإضرار بأي طرف من أطراف إثيوبيا موقعة على هذا الاتفاقين. موقعة، بس هذا الاتفاق اتفاق سياسي. وإعلان مبادئ، إعلان مبادئ مطاط، يعني ممكن نتنصل، يعني دائما الشيطان يكمن في التفاصيل. التفاصيل الأثيوبيين، وده واضح، يعني أنا بتكلم من مارس إلى الآن. إذا كان في اتفاقية موقعة ولم يلتزم أحد الأطراف بالاتفاقية، باقي الأطراف المعنيين بعيدا عن السودان هنخرجها برا الموضوع لانها لا نقطة لها في الموضوع. لا، السودان مهم، طرف مهم في المسألة، ولو انها بتحاول يعني تحايد نفسها، بالضبط. لكن مصر اذا لم تلتزم اثيوبيا بتوقيع على اتفاقية وبنود اتفاقية، ايه الحلول اللي ممكن تلجأ ليها؟ يعني مفاوضات، تحكيم دولي، محاولة التعامل مع الممولين، اخر الحلول وهي حلول عسكرية، وهو امر اذا كان في خرق الاتفاقية تضر بمصلحة مصر، اعتقد انه الحل العسكري من حلول الورد. هو مصر اعلنت ان كل الحلول متاحة، يعني مصر اكدت، ومصر بتعتبر ان مسألة المياه دي مسألة حياة وموت. يمكن كان صادق المهدي عنده حوار قريب في جريدة الوطن، تحدث عن ان الرئيس مبارك مثلا ورؤساء مصر السابقين كان لهم موقف حاسم في هذه المسألة. يعني لما صدق الماء يتحدث مع الرئيس الأسبق مبارك في مسألة أن أثيوبيا بتحاول تقوم بإجراءات لبناء السد، فقال له يعني احنا الماء بالنسبة لنا حياة وموت، وإحنا ممكن نعمل أي حاجة عشان نحافظ على الماء. يعني فأعتقد أن مصر كل الخيارات والحلول مفتوحة قدامها، بداية من التفاوض ونهاية بالحل العسكري. لا أعتقد ده مستبعد بعض الشيء، لأن القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها الكياسة والحكمة اللي تجعلها تعالج المسألة بدون اللجوء العمل العسكري، لكن هو متاح وارد. يعني احنا مش هتنزل حقنا في المياه. خطوط المسألة ان عمليات الملء اللي هتم في خلال بداية المرحلة الأولى خلال العام القادم، واستمرار عمليات الملء هتنقص من حصة مصر المائية، وبالتالي هيأثر على قدرتنا على إنتاج
هل من حق اثيوبيا انها تبني هذا السد ومن حقها انها تحصل على الكهرباء اللي بتريدها؟ لانه الاحاديث انه هم عندهم ملف في حالة التحكيم الدولي الجاد بيتحدثوا عن حقوقهم في هذا، بيتحدثوا عن انه عندنا نهر النيل وعندنا ايضا سد، وهو السد العالي، وملف اخر له علاقة بتحكمنا او كيفية انتفاعنا بالمياه، لانه بيتحدثوا عن ان احنا مش مهتمين بملف المياه ولا النيل، وفي نوع من التسريب والبخر، وايضا في نوع من التلوث. يعني كان من الاولى بكم ان تحافظوا على نهر النيل اللي عندكم قبل ما تتحدثوا معنا عن بناء سد مثل سد الناطق. هو من ضمن اعلان المبادئ اللي هو مبدا السياده، عشان بس المساله تبقى واضحه، مبدا السياده من حق اشبيليه تبني سدود، احنا بنقولش لا، ومن حق مصر انها تبني سدود، لكن موضوع السد العالي مختلف. موضوع السد العالي دوت موجود في دوله لا تاثير له على اي دول تالية لهذه الدولة، لكن خصوصا ان احنا دولة المصب، فاحنا اخر دولة يعني. السد العالي في منطقة دولة المصب مفيش دولة هتتضرر من بناء السد العالي او حتى هدمه، يعني مسألة ملهاش ضرر او تأثير عليه. مش كان اثيوبيا اصلا بتتحدث في امور متعلقة بمسألة حصة مصر نفسها، يعني اثيوبيا بتقول ان حصة مصر زايدة عن المفروض، وحتى عملت اتفاقية عن تيبي وجمعت مجموعة من الدول كمان ضمنها أوغندا وغيرها ان هي تحاول ان تقلل من حصة مصر في المياه وغيره. اثيوبيا بتشكك حتى في حقية مصر وفق اتفاق الخمسينيات في مسألة المياه، يعني ترى ان المياه التي تجيء الى مصر وحصتها بسد كثيرة، وبالتالي من حقين ابن سد، واي تضرر ده لو حصل نقص في حصة مصر هو نقص فيما لا تستحقه يعني. والكلام ده سوق على فكرة، واثيوبيا قالته من اكتر من خبير، حتى في حد طلع قال مصر مش تشن حرب علينا. المسألة انا قلت ان الجانب الاثيوبي متعنت وبيماطل وغير عابئ بهذه المسألة، واستغل فرصة الاضطراب السياسي اللي حصل في مصر عقب ثورة 25 يناير وعدم وجود يعني إدارة سياسية في مصر قادرة على حسم ملفات مهمة، سواء بعد 25 يناير في وجود المجلس العسكري أو في ظل حكم المعزول مرسي، وبدأ يحاول مجرى واتخذ إجراءات ويبدأ أمام مشكلة أمر واقع يجب وضع حلول ليها. وأنا شايف أن التفاوض ممكن مصر تصل فيه إلى 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 مرحلة إيجابية لو الجانب الأثيوبي أبدع حسن النية في هذه المسألة. عايزين ننتقل لنقاط أخرى، وهي تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أنه في تمهيد لزيارة الرئيس السوداني لمصر. شايف أنه هذه الزيارة ممكن تسهم في حل هذه الأزمة، ولا هيبقى لها مغزى آخر؟ يعني قد يكون هذا جزء من أهمية الزيارة، لكن في أجزاء أخرى أو في ملفات أخرى على مائدة المفاوضات. هو طبعا زيارة الرئيس السوداني أو القمة التي تعقد ما بين اللجنة العليا ما بين الرئيس السوداني وما بين الرئيس المصري الرئيس الفتاح السيسي، هي أعتقد فك الجمود الأخير في العلاقات المصرية السودانية اللي توترت في الفترة الأخيرة بسبب يعني ادعاءات السودان بأن منطقة حلايب بوشلاتين منطقة تابعة للسودان إداريا، والكلام ده قاله صراحة الرئيس البشير في حوار أخير له في أحد الفضائيات الأجنبية، وقال إن منطقة حلايب بوشلاتين منطقة سودانية. وقال طبعا ده كلام يعني يعني مش مسؤول، المفروض ما كانش تحدث في هذه المسألة، إن قضية حلايب بوشلاتين حسمت من سنة 95 وإن مسألة الإدارة دي كانت مسألة ووضع قواعد الاستعمار، يعني وإحنا مش لازم يعني أنا كمصر ألتزم بقواعد وضعها للاستعمار في تقسيم الحدود وغيره. المسألة إن التوتر زاد الفترة الأخيرة خاصة بعد إجراء الانتخابات وتسليط الضوء على منطقة حلايب بوشلاتين، باعتبار أن أهل المنطقة بحكم انتمائهم لمصر والوطن وطنهم الكبير ذهبوا في أعداد كبيرة للانتخابات، وبالتالي ده بيدل على إيمان أهل المنطقة بالانتماء لمصر وغيره. السودان بتحاول توتر في هذا الموضوع، أعتقد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس البشير هيكون له محاولة تخفيف وطئة هذه المسألة قليلا، بالإضافة إلى أن السودان حاليا في تقدير يعني ان السودان متورطة في ايواء بعض عناصر جماعة الاخوان المسلمين، هناك ملفات شائكة ما بين مصر متعلقة بدعم
بدعم الأطراف الإقليمية على في ليبيا على سبيل المثال. مصر بتدعم البرلمان المنتخب في طبرق، بينما السودان بتدعم البرلمان الموجود المجلس الموجود في طرابلس اللي معظم عناصره من جماعة الإخوان المسلمين. هناك خلافات ما بين مصر في العديد من القضايا. يعني نتمنى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يخفف من وطأة هذه الملفات وتعود العلاقات المصرية السودانية إلى 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 سابق عهدها. التعاون والتنسيق والتلاحم ما بين مصر والسودان ده مسألة مصرية، نحن أبناء وطن واحد ونشرب من نيل واحد، مسألة مهمة للغاية. يجب يعني وضع حلول لهذه الأزمة وحلحلة الأوضاع، واعتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على هذه المسألة لحنكته الكبيرة وقدرته على تجاوز أي خلافات. تصريح آخر للوزير سامح فهمي عن أمله في أن العلاقات التركية المصرية تعود إلى سابق عهدها. هل ممكن أن تعود العلاقات المصرية التركية بعد كل ما فعلته وما تفعله تركيا، خصوصا أن الأمر تعلق بالتحالف المكون من مجموعة الدول الإسلامية فيهم تركيا وفيهم قطر لمواجهة الإرهاب؟ أنا أعتقد ده ممكن، لكن في ظل تعنت الإدارة التركية في الوقت الحالي تجاه موقف مصر ده بيصعب المسألة. الإدارة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان وداود أوغلو، المجموعة التي تحكم الآن في تركيا توجهات إخوانية واضحة، إخوان يعني توجهاتهم إخوانية واضحة، بيميلوا ميلين بشكل كبير للنظام السابق. لازم يرفع شعارات متعلقة بمسألة أن الرئيس المعزول مرسي رئيس شلع وغيره. لكن بمنطق براجماتي، بمنطق العلاقات الدولية، ده ممكن، لأن احنا يعني في نقاط تماس مع تركيا في الوقت الحالي. يعني على سبيل المثال مصر عضو في التحالف الدولي ضد داعش، وتركيا عضو أيضا، في تبادل معلوماتي وتبادل لوجيستي ما بين أعضاء التحالف في هذه المسألة. أعتقد تركيا طرف أصيل في هذه المسألة. التحالف ما بين مصر أو التعاون ما بين مصر وتركيا في نقطة مكافحة الإرهاب أعتقد يكون لها أثر هام وكبير في القضاء على داعش أو تخفيف نفوذ هذا التنظيم الدموي على العراق والشام. زائد ان انا في تقديري ممكن السعودية تلعب دور وسيط في هذه المسألة وتحاول ان تحقق الحد الادنى من العلاقات المصرية. هو السؤال اللي الشارع المصري بيسأله، ازاي في اتفاق في التحالف وفي اختلاف وجهات النظر بيننا وبين بالتحديد تركيا وقطر؟ هو بس هات الاتفاق التحالف الإسلامي اللي تم مؤخرا من 34 دولة وفي دول أبدت رغبتها فيه، ده تحالف إطار. يعني هو مش بالطبيعة أنهم يكونوا أعداء أو خصوم، احنا ممكن نكون في تحالف مع الأمريكان وإحنا علاقتنا بهم متوترة، لكن هو التحالف ده تحالف محاولة ل يعني خلق أصل هذا اعتراف ديني بأن داعش هي جهة إرهابية ويجب محاربتها، وبالتالي أنه يعني كل من يدعم الإرهاب ويقف بجواره ومنهم جماعة الإخوان الإرهابية بضرورة أنه ممكن يتم مواجهتها من خلال هذا التحالف إذا يعني تم تصنيفها أو بما أنها مصنفة على أنها جماعة إرهابية. هو الجمع في التحالف ده الأهم هو المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لديها علاقات جيدة مع كل دول التحالف، وبالتالي هي التي جمعت هذا الإطار حول المملكة العربية السعودية حتى التحالف يكون بقيادتها. وتختلف عملية اللي هو التعاون العسكري واللوجستي والمعلوماتي فيما يخص هذه المسألة، كله تحت قيادة السعودية. فالسعودية ليست خصما لأحد في هذه المسألة، وبالتالي إمكانية أن تلملم كافة الأطراف في تحالف واحد ده أمر ممكن، زي ما الولايات المتحدة الأمريكية لملمت العديد من الأطراف في تحالف ضد الإرهاب وده ممكن. يعني تركيا طرف في التحالف الدولي ضد داعش ومصر طرف أيضا على فكرة في هذا التحالف زي ما قلت من شوية. فبالتالي أنا شايف إن ما فيش تضاد، لأن التحالف من أجل هدف واحد هو القضاء على داعش هذا أمر، والتعاون ما بين كافة الأطراف في هذه المسألة هذا أمر آخر. حديث روسي صراحة عن أن هناك دول تمول الإرهاب، وحديث قد يكون معلن عن أنه قطر وتركيا من هذه الدول، وكيف تكون هذه الدول هي من تمول الإرهاب، وكيف تكون تركيا هي من يستورد النفط من داعش وهي سبب من أسباب هبوط النفط إلى أدنى مستوى دي في عشرات السنين. النهاردة برميل بترول تقريبا 37 دولار، وفي النهاية تركيا عضو في التحالف الإسلامي لمحاربة داعش التي تمولها والتي تستورد منها البترول والتي تتعامل
بشكل مباشر، حتى كان في صور متداولة لابن رجب طيب أردوغان وهو يجلس مع يعني مجموعة من الدواعش. ده موضوع تركيا وتمويلها لداعش، ده موضوع سبب بقرائن كتير، يعني سبب بقرائن ان في تعاون ما بين تركيا وداعش، لكن ده كان في بداية نشأة التنظيم او بداية بعد استيلاء التنظيم على الموصل. يعني مثلا لك ان تعلم ان الـ ان الـ ان الرهائن الوحيدين تم اطلاق سراحهم هم لا رهائن الاتراك اللي هم الباسة القنصلية في مدينة الموصل، بيتم فعلا عملية تبادل اقتصادي ما بين داعش وما بين تركيا، لان في امتداد يعني داعش توصل على تقريبا حوالي 600 كيلو بالتماس مع هناك صور لأقمار صناعية روسية عن انه وبيتم بيع البترول السوري والعراقي داخل أرض تركيا عن طريق وسطاء أكراد ووسطاء عراقيين ووسطاء سوريين بينتفعوا من هذه المسألة. هناك تعاون بفعل، لكن تركيا بتحاول دلوقتي ان هي تقول للعالم انا مش متعاونة. حتى تركيا في بداية استيلاء داعش على الموصل وتمددها بالطريقة الكبيرة دي، تركيا أعلنت صراحة وقالت ان ده نوع من انواع تمدد النفوذ السني على حساب النفوذ الشيعي الذي تنام في المنطقة العراقية والمنطقة السورية. هي القضية دي عند الأتراك بيحاولوا دايما يتجاوزوها وبيعتبروا ان حديث موسكو في هذه المسألة نوع من انواع التحرش والتراشق السياسي بين الدولتين في هذه المسألة. فتركيا بتحاول تتجاوز هذه المسألة وبتحدث دايما عن ان احنا عندنا رغبة قوية لمكافحة داعش، واحنا دقنا فعلا من ارهاب داعش مع تفجيرات الشروط التركية والتفجيرات اللي بتتم في الداخل التركي وغيرها. تركيا بتحاول تنفي عنها هذه المسألة وتعيد دمج نفسها مرة اخرى داخل المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب وابعاد هذه التهمة ووصمة العار دي عنها. الجامع الاساسي في التحالف ضد الارهاب اللي بتقوده السعوديه هو العلاقات الطيبه اللي بتجمع ما بين المملكه العربيه السعوديه والدوله التركيه، وبالتالي بتحاول تجمع في كافه الاطراف من اجل يعني خلق تحالف ضد الارهاب. ونفس الموضوع على فكره بنسقطه على قطر، لان في شبهات قويه ان قطر بتدعم عناصر لها ولاء يعني بيع الداعش بعد السلاح. هل اشتراكهم في التحالف او قبولهم لكونهم موجودين في التحالف قد يجعلهم يراجعوا المواقف اللي هم فيها سواء تركيا او قطر، خصوصا انه يعني قد يكون وصلوا لمرحلة ما من التعامل الدبلوماسي اللي بيختلف كثيرا عن التعامل الشعبي؟ يعني حكم تحدث عن النفعية وفكرة انه التعامل الدبلوماسي بيبقى مختلف في كثير من الأحيان. يعني اعتقد في تقديري تركيا وقطر بيراجعوا نفسهم في هذه المسألة بعيدا عن طبيعة العلاقة اللي بتجمع بينهم بين مصر في وقت الحالي او توتر. لا، السعودية تركيا وقطر بيراجعوا نفسهم في هذه المسألة ان هم بدأوا يعني بعد ما شافوا وحشية داعش وغيرها فدخل لهم يعني مثلا عندهم تاخد بعد مختلف بعيدا عن العلاقات المتوترة بينهم وبين مصر. يعني هذه مسألة وهذه مسألة، زي الموقف السعودي من الأزمة السورية وزي الموقف مصر من السورية. ده عنده وجهة نظر ده وعنده وجهة نظر، بس ده مش معناه ان هم العلاقات المصرية السعودية علاقات طيبة جدا يعني. الوقت مر معك سريعا، لكن سعدنا جدا بوجود حضرتك استاذ مصطفى امين عامر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. نراك على خير وقريبا في جبل العين. انا سعدت بوجودي معك. شكرا لحضرتك وشكرا لكل المشاهدين لحسن متابعه هذه فقرتنا واخرها بعد الفاصل مباشره مع الزميله العزيزه رندا عن ذكرى المولد النبوي. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مره اخرى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. النهارده المولد النبوي الشريف، في خلافات حول الاحتفال بالمولد من عدمه، وفي خلافات حول طبيعة هذا الاحتفال علشان يكون متمشي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في نفس الوقت مناسبة علشان الناس تقدر ان هي تعيش هذه الذكريات، تعود الارتباط بدينها وتتفكر في سنة النبي الكريم، وايضا يجتمعوا مع بعض على الخير. ضيوفي النهارده فضيلة الشيخ الدكتور سعد عبد الدايم من علماء الازهر الشريف، اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. وايضا المنشد محمد السعداني، اهلا بك. اهلا فندم حضرتك. في البداية فضيلة الشيخ عايزين نتكلم على الاحتفال بمولد النبوي الشريف. ايه الصواب فيه؟ وليه الناس بتختلف عليه؟ الحمد لله الذي اكرمنا بسيدنا محمد وجعلنا من امته
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية أشكر حضرتك على طرح هذا السؤال في بداية الأمر، لأنه ينبني عليه بعد ذلك موضوع الاحتفال بالمولد كله. فنجد أن الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر خلقنا الإيه؟ للعبادة. أكيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. هل يتأتى أن تكون الصلة بالله عز وجل في صلاة وفي صيام وفي زكاة وفي قراءة القرآن فحسب؟ بل كانت المشاعر التي يعملها الإنسان أو يحس بها الإنسان تكون عبادة لله عز وجل. جميل. ولذلك كان سيدنا النبي يوصف بأنه لا يغضب لنفسه أبدا. الغضب ده عبادة من خلال المشاعر، من خلال الإحساس، ومن داخل هذه المشاعر الفرح. جميل. نشوف هل الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز أم ممنوع. نشوف احنا عندنا فرح بمولد النبي ولا فرح بالنبي. المعنى العام فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه الفرح بالمولد والفرح بالهجرة والفرح بالإسراء والفرح بكذا. طيب هل يجوز الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم كإطار عام؟ نعم يجوز. ازاي؟ ربنا بيقول كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صح؟ صح. يبقى ربنا حدنا الفضل الفرح بالفضل وبالرحمة. أكيد. طيب نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو فضل ورحمة. هو فضل. منين الكلام ده؟ من قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي بسند صحيح أنه لما خرج على جماعة من أصحابه قال لهم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مجموعة من أصحابه وهم جلوس، ما أجلسكم، انت قاعدين كده ليه؟ قالوا جلسنا نحمد الله على ما هدانا لدينه. خلي بال حضرتك من الجملة الجاية دي، وعلى أن من علينا بك. شوف. جميل. يبقى اللي بيقعد في المولد يحتفل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في إطار ديني ويقول أنا بفرح بسيدنا النبي، هو أولا وأخيرا بيشكر كرم ربنا. فنفس اللي الصحابة عملوه. جميل. قال لهم الله ما أجلسكم إلا ذاك، أما وإني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يبقى ده فرح بالفضل. جميل. طيب فرح بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة. يبقى كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ولذلك فيما أخرجه الإمام البخاري إن أبو لهب اللي نزل في آية تبت يدا أبي لهب وتب، إيه اللي حصل؟ لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الجارية اسمها ثويبة وبشرته بمولد من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ففرح وأعتقها. فيجي سيدنا العباس يرى في المنام بعد حول من وفاة أبي لهب فيقول إيه؟ رأيت أبا لهب في المنام، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال إنني في شر حال، غير أنني يخفف عني العذاب يوم الاثنين. فقال له ليه؟ قال لأني فرحت بمولده. يبقى شوف ده كافر. ولذلك الحافظ الشمس الدين الدمشقي أنشد قائلا إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. تبقى نقطة في هذا الأمر. طيب أنا مش بحتفل بالنبي ده، أنا بحتفل بالمولد بس. احنا يوم الأربعاء. إيه؟ سيدنا النبي اتولد يوم الاثنين وإحنا يوم الأربعاء. أيوة أنا أنا قصدي أيا كان 12 ربيع. ولذلك تمام. قال له طب أنت بتحتفل بتفرح بالمولد، أم جاي بعض المعترضين قال له إزاي تفرح بالمولد والنبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم الذي ولد فيه، يبقى إزاي بتفرح والمفروض تحزن؟ الرد على ده إيه؟ نقول له حضرتك الواحد فينا لو بيحب إنسان مش بيحب له الخير؟ أكيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا إلى الآخرة أيهما أفضل له؟ جوار ربه طبعا. ولذلك ربنا قال له وللآخرة خير لك من الأولى. فلذلك انتقل إلى من دار ترابية فانية
إلى دار نورانية باقية وهي الآخرة، فهو فرح وهو إعلان للسرور وإعلان للشكر لله عز وجل على أن من علينا بسيدنا محمد. جميل، عليه الصلاة والسلام. المنشد أستاذ محمد السعداني، بتدرس إيه؟ أنا في كلية فرقة أولى كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات. ما شاء الله. طيب الإنشاد اتعلمته إزاي؟ هي موهبة عندنا وراثة عن جدي الشيخ عبد الرسول السعداني، قارئ مجتهد ديني في المنوفية رحمة الله عليه، كان أنا طالب في مدرسته يعني. جدي كان موهبة كبيرة يعني، ربنا يرحمه حسين الله يعني. وعمي ولي أعمامي كلهم صوتهم جميل وحافظين القرآن، عم أيمن وعم رفعت بسم ما شاء الله يعني، صوت جميلة يعني. يا رب. طيب عايزين نسمع من حضرتك حاجة في حب رسول الله. تحت أمر حضرتك. سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا محمد، يا محمد يا ابن عبد الله، يا من بعثت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله والله ما خلق الإله وما برى وما برى بشرا كمحمد بين الورى. عيني روحي للنبي وشوف النور يا عيني، يا عيني روحي للنبي وشوف وشوف النور يا عيني، وشوف مكة وجبل عرفات يا عيني، وشوف زمزم وشوف زمزم ومهل عنبي يا عيني، ويلا روحي للنبي يا عيني، ويلا روحي للنبي يا عيني، نتملوا بالأنوار نتملوا بالأنوار، يشفع لك المصطفى بالسعي يا عيني. ما شاء الله. يعني وانت بتتكلم هادي خالص، اول ما بديت الانشاد صوتك ما شاء الله جبل يعني. خير ما شاء الله. نرجع تاني لحضرتك فضلت الشيخ الدكتور سعد عبد الدايم. سيدنا النبي قال هذا يوم ولدت فيه وترفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى فيه، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. هل ترفع الاعمال فعلا في يوم ميلاد النبي، ولا كل شخص أعماله ترفع في يوم ميلاده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ولدت فيه وهو يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تمام. ليس هذا اليوم فحسب، يوم الاثنين ويوم الخميس ترفع فيهما الأعمال. تمام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام فيهما. جميل. وكان يحرص على أن يعمل العمل الصالح، وفي هذا إشارة على أن العمل الصالح الذي يقدمه صلى الله عليه وسلم وهو مقبول من عند الله. طبعا عمل النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. مقبول. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيغلفه بعمل آخر؟ ومع ذلك كان سيدنا النبي يفضل يصلي الليل لغاية ما يعني يغلبه الإرهاق. نعم. ليه؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغلف العمل الصالح الذي يقدمه بعمل صالح آخر. جميل. فلذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. تأدبا مع الله، وفي كل مرة يقدمها يقدم فيها العمل يحس بأنه مقصر. ولذلك جاء في تفسير وللآخرة خير لك من الأولى، أن كل نفس يمر عليك يا رسول الله خير لك من النفس الذي قبله. فأنت في كل نفس تتقرب إلى الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب من ذنب؟ لا، كان يتوب من أنه يرى أنه مقصر. ولذلك كانت السيدة الرابعة العذراء كانت تقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، أي أنها كانت تستغفر من الاستغفار الأول، لأنها تربت في المدرسة النبوية. ومن كان متربيا في المدرسة النبوية تخلق بأخلاق سيدنا النبي. فلذلك كانت السيدة عائشة كانت تغلف العمل الصالح بالعمل الصالح. إزاي؟ فكانت تطيب الصدقة وتضعها في العطر فتسأل عن ذلك، فقالت لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. ونحن في مصر والمصريون أشد الناس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. صلى الله عليه وسلم. فمما حدثني به شيخي سيدنا الشيخ نجاح صيام عن شيخه الشيخ أحمد النقشبندي، راح هو وسيدنا الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية لشيخهم سيدنا الشيخ أحمد النقشبندي، فقال له المصريين دول حاجة غريبة أو بيحبوا سيدنا النبي جدا. قال له إزاي؟ قال له تلتقى الواحد انت ماشي في السوق يقول ايه صلى على النبي واشتري مش عارف كذا، حضرتك تروح تحكي لاولادك يا اولاد انا احكي لكم ايه حكايه صلى على النبي سلام عليكم زير النبي صلى. شوف حضرتك المحبه لسيدنا النبي. احنا امبارح كنا بنحتفل بالمولد فقدمت احدى المحبات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحده من محبات سيدنا النبي قدمت كنافه، فبقول لها ما شاء الله هذه الكنافه جميله، فقالت انا صليت على النبي عليه. فشوف ايه اللي دخل، ايه اللي دخل. حضرتك تيجي من من السعوديه وتقدمي هديه، معلش هي متواضعه بس جايه من عند سيدنا النبي. ايه الصله بين الشعب ده، ايه الشعب اللي بيعشق سيدنا النبي ده. هستاذن حضرتك نشوف تقرير ونشوف الساده المصريين لا بنقول لهم كل سنه طيبين، والمسلمين لا ما فيش اطيب من المسلمين، وكل اللي بيتقال ده كله كلام فاضي، واحنا شعب طيب والشعب المصري مش احسن منه. اقول لهم اولا كل سنه طيبين، ودي مناسبه سعيده عشان تجتمع الاسره المصريه برضو زي ما كانت تجتمع زمان على مائده واحده، بالتالي برضو احنا عايزين دلوقتي النهارده نعيد اللحمه المصريه مره اخرى، نعيد الشعب المصري لجذوره، نرجع مصر اللي غابت عننا على مدى الاربع او الخمس سنوات اللي عدت دي كلها، نحاول بقدر الامكان ان احنا نرجع مصريين كما كنا. اقول للمسلمين كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه مولد النبي الشريف اعاده الله عليكم وعلى المؤمنين بالخير واليمنى والبركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو قدوه لينا، احنا قدوه لينا، لازم نفكر في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ايه اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت؟ قال ساب لنا كنز. الكنز ده احنا ليه مش عاملين بيه؟ لو احنا عاملين بالكنز ده عملنا بالكنز ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، وزي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بالكنز بتاعنا ده، والله العظيم كل حاجه هتبقى حلوه. اقول كل سنه وهم طيبين، واقول ان شاء الله يشتغلوا بجديه وبجهد وبضمير، وكلنا هنبقى كويس ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله العيد المولد النبوي يعيد على الامه الاسلاميه كلها بخير باذن الله. الله لكم وان وجدتها شرا استغفرت الله لكم. فشوف حضرتك سيدنا النبي متعلق بنا ازاي، شوف سيدنا النبي بيحبنا ازاي. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في الروضة الشريفة ويبقى متعلق بينا، خايف على الأمة. ولذلك في حديث آخر لما جاء أحد الذي أساء في التعامل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيعطيه عطايا، فيقول له أحسنت إليك، أنا أحسنت إليك في العطايا؟ فيقول له إيه، ما أحسنت ولا أجملت، لا أحسنت ولا أجملت. فيقوم الصحابة إليه يعني يريدون أن ينالوا منه كيف يتكلم مع سيدنا رسول الله بهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه ملكه قم، وأخذه إلى داره فأعطاه وزاده في العطاء. أحسنت إليه؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له أصحابي
وجدوا في نفسهم شيئا عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رضيهم فقال له، فجاء إليه الصحابة وقال لهم هذا الرجل أعطيته وقال ما قال فزعم أنه رضي، قال نعم فجزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. ثم بعد ذلك بعد أن رضي دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إيه، مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة شردت بعدت فاتبعها الناس فما زادوها إلا نفورا، الناس قعدت تجري وراها فما زادوها إلا نفورا، أما وإني لو تركتموه لو تركتكم وما قال الرجل فقتلتموه لدخل النار. فشوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، أفلا نكون نحن على حرص في التمسك بسيدنا رسول الله. ما وصل إليه الأمة الآن من سفك للدماء ومن أن ينال الجار من جاري وأن يبتعد الإنسان عن وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لأنهم بعدوا عما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا الرسول من بينهم. مش ربنا بيقول واعلموا أن فيكم رسول الله. رسول الله لو أنه فينا بحقيقة وباتباع حاجات كثيرة جدا ما كانتش حصلت لن صلح حال الأمة. يجوا واحد يقول لك ازاي ده فيكم ده في حياته، طب ربنا بيقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ده بيتكلم على بيتعاملوا بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هو الربا كان في عهد النبي بس ولا بعد النبي؟ وبعد النبي. فقال له فأذنوا بحرب من الله ورسوله، طب ازاي والرسول صلى الله عليه وسلم لو على رأيه ان هو بيقول ان هو مش موجود ملوش انتفاع بعد ما مات ازاي؟ فأذنوا بحرب من الله، فلو أخرجنا الرسول من بيننا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أكيد أكيد. طيب أستاذ محمد السعداني هتسمعنا إيه كمان؟ طلع البدر علينا. تمام جميل. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجاب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر نبينا رحمة للعالمين، طلع البدر نبينا رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا منقذا دنيا ودين. نحن بالله يودينا وذكرنا ونسينا، نحن بالله يودينا وذكرنا ونسينا. يا خير البرايا يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، نفسي أشوفك في المنام وابكي على كتفك ونام، نفسي أشوفك في المنام وابكي على كتفك ونام، ونول شراب لؤى صحبتك وخطي في صفوف أميتك واتحام فيك يا حبيبي. العظيم كلنا نفسنا في هذا الموضوع
ما شاء الله صوتك رائع. فضلت الشيخ، احنا بنحاول نقتدي رسول الله في كل حاجة، بس احنا بنلاحظ ان الناس لو اقتدت في الصرف مثلا في الصدقة والزكاة او اقتدت في الصلاة، يبقى جزئية الخاصة بالمعاملات هما مش مهتمين بها بشكل حقيقي، ولا سيما المعاملات داخل الأسرة. يعني نجد بعض المتدينين أكثر غلظة مع سيدتهم، لا يقبلون الحوار، مع أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس وأحن الناس وأحسن الناس إلى أهله. الأسرة تقاد إزاي بشكل يضمن الحفاظ عليها والكل يبقى راضي، الراجل حاسس باحترامه وأيضا المرأة حاسة بكرامتها والأطفال يطلعوا في بيت في محبة. من نعم الله عز وجل علينا أنه بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم من حرصه علينا لم يترك لنا شيئا إلا وتحدث فيه وعلمنا أن نرجع إليه حتى في المعاملات زي ما حضرتك قلت كده. طب النبي علمنا الحته ديت ان احنا نرجع له في كل شيء، ده فين؟ الاعرابي الذي كان يسيء في صلاته فدخل فصلى صلاه سريعه، فالنبي قال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع صلى ورجع لسيدنا النبي قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. كان النبي يقدر في اول مره يقول له ايه؟ انت غلطت في واحد اثنين ثلاثه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل مره يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي. ليه؟ لغاية ما الأعرابي ده قال له إيه؟ علمني يا رسول الله. يبقى عاوز النبي صلى الله عليه وسلم الناس ترجع له، وربنا أراد ذلك. فقال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. فتروحوا لسيدنا النبي في أموركم كلها، في أموركم كلها. حتى وجدنا سيدنا قتادة في إحدى الغزوات، غزوة أحد، يعني وقعت في الغزو، فراح للنبي، والنبي كان دكتور، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم بالعينين وقال له يا رسول الله عينيا وقعت. فالنبي أخذها بإيده وقام رجعها تاني فبرأت. وكان يقول كنت أعلمها أن العين التي وضعها رسول الله لا ترمد، ما تتعبش أبدا، والعين الأخرى ترمد يصيبها التعب. حتى وجدنا بعد توالي الأيام أحد أبناء أحفاد سيدنا قتادة اسمه عاصم، فيقابل مين؟ يقابل سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن العزيز موقفهم قدامهم كده امير المؤمنين ويقول له كل واحد يعرف نفسه. قام بيقول له ايه؟ جاء عند عاصم، سيدنا عاصم ده اللي هو من احفاد سيدنا قتاده، قال له ايه؟ انا ابن من سالت على الخد اعينه فردت بكف المصطفى احسن الرد. ما قالوش انا عاصم ابن مش عارف، قال شوف الشرف في الرجوع الى سيدنا النبي حتى في الامور كلها، ومن بين هذه الامور المعاملات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاله ناس من الصحابه وقالوا له يا رسول الله فلانه تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. يبقى المساله مش مساله صلاه وصيام وزكاه، ده مساله معاملات. من ضمن المعاملات معامله الرجل لزوجته، كيف كان النبي يعامل الرجل يعامل زوجته؟ السيده عائشه اللي قالت، يعني احنا نقول ايه؟ هات السيدة وقول لها ايه رأيك في زوجك؟ ما شفتش معاه يوم حلو. طب السيدة عائشة قالت ايه؟ قالت كل ايامها ما كانت حلو. قالت كان خلقه القرآن، وفي رواية كان قرآنا يمشي على الارض. شوف احتراف السيدة عائشة، لخصت مهما تحدثنا عن كيف كان الرسول يتعامل مع زوجته احنا مش هنقدر نقول. تسأل الزوجة نفسها فتقول كان خلقه القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح، حتى ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك قبل دخوله للبيت حتى يدخل على زوجته بهيئه جميله وبنفس طيب. يعني حاجات كثيره جدا سيدنا النبي كان بيعملها صلوات الله عليه وسلامه، لو احنا بس نقدر نعمل ربعها هنبقى ناس محترمين جدا جدا والله العظيم. فضيلة الشيخ الدكتور سعد عبد الدايم من علماء الازهر الشريف، نورتنا يا فندم السنه يعني النهارده، وكل سنه حضرتك طيب. كل عام وحضرتك طيب والله. وايضا المنشد محمد السعداني نورتنا، كنا سعداء جدا بيك النهارده. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يديك الصحه. مشاهدينا الكرام الى هنا للاسف انتهى وقتنا، الاوقات الحلوه بتخلص بسرعه. شكرا لكم على متابعتكم.